رحبوا معنا بالمبدعة التقنية وجد صالح. ألو ألو، أكيد أنت في البيت أتوجهك، وأختك قاعدة تطلع في التلفزيون وأنت زي الأهبل. طيب أمي موافقة؟ وإذا أمك موافقة أنت مالك كلمة؟ أنت رجال البيت الحين المفروض يصير لك كلمة. طيب وين المشكلة في الموضوع؟ بعد وصلنا نرد ونقول وش الغلط؟ اسمعني يا بليد، اللي كان يحميكم قبل الحين مسجون، وأنا شوي أرتب أموري وأرجع لكم وأعلمكم الشغل صح. يلا قفل قفل، الله ياخذك أنت وأختك. ألو وجد، طيب طيب أبشر الحين جاية. وش فيك يا وجد؟ من بعد الاتصال وجهك أبد ما يطمن. فيك شيء؟ مين الاتصال؟ أخوي كنان. قالك شيء زعل؟ يعني شوي. صارخ عليك؟ لا لا، أخوي كنان يحبني، مستحيل صارخ علي. صار له شيء أو لأمك؟ لا لا ما في شيء، لا تخافون، بس بصراحة في خبر مزعج شوي. الله لا يجيب الأخبار المزعجة. ما بقدر أكمل معكم. إيش؟ لعلها خيرة يا وجد، المرة الأولى توقفتي وبعدها رجعتي، لكن لعلها خيرة. الحمد لله على كل حال. خلاص يا بنات لا تضغطوا عليها، تشاركي معنا من البيت وأنتي في قلوبنا يا وجد. شكراً لكم يا بنات. العفو يا وجد، أنتي تستاهلين.